بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا في باب الإحياء والإقطاع من كتاب البيوع. قال المؤلف قال الشارح رضي الله عنه: مسألة رجل اشترى أرضا فنبعت في أرضه عين ماء، فهل له البيع منها؟ الجواب: يغطي حاجته أولا لشربه وشرب مواشيه، ثم لا يحبسها ولا يمنع أحدا من الناس من الأخذ منها. مسألة إذا أراد أن يبني على ذلك الماء ويبيع الماء بيعا، الجواب: ليس له أن يبيعها بمال، لأنها نبعت بنفسها ولم يتعب فيها، ما له حق أن يمنع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، يدخل فيها هذه الصورة. وسيأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله. أما أصحاب الآبار التي يحفرونها بأنفسهم فيتعبون ويبذلون الأموال ويستخدمون الآلات والمحروقات، فله أن يبيع منها مقابل ماله الذي قدمه، ومقابل الآلات، ومقابل المحروقات. أما البئر التي بدون حفر وفيها عين لا يجوز أن يمنع، فالبئر والعين التي نبعت بنفسها لا يجوز أن يمنع منها أحدا، لكن هو أحق بها إذا نبعت في ملكه، هو أحق بتغطية حاجته، ثم يخلي بينه وبين الناس. وإن كان عليه ضرر بالدخول إلى أرضه فيجعل لهم أنبوب إلى خارج أرضه، أنبوب ينقل الماء إلى خارج أرضه. مسألة: لو أنه وجد معادن في أرضه وأراد أن يستخرجها، هل هذا حرام؟ الجواب: هو أحق بها، إلا أنها قد تكون كبيرة جدا وتغطي حاجة البلاد، فينبغي لولي الأمر أن لا يتركها. لولي الأمر نقصه، ولأنه ربما يحتاج إلى شركات كبيرة دولية، فولي أمر المسلمين يرضيه بالأموال ثم يجعلها من المصالح العامة، وأنه ما يستطيع أن يتولى ذلك بنفسه التي نبعت في أرضه، ثم هي حقوق عامة، إنما أرضه مخرج لذلك الخير، مخرج لتلك المعادن، فله أحقية من حيث أنها خرجت في أرضه. لو كانت ماء ما يجوز له أن يمنع فضل الماء، فكيف بهذه الأموال الطائلة الكبيرة؟ فكونها نبعت من أرضه لا يدل على أنها تحت أرضه فقط، إنما قد تكون أرضه منبعا لها فقط، وهي تحت أراضي كثيرة. وعلى هذا فعلى ولي الأمر أن يرضيه بالأموال التي يرضى بها، ثم يجعلها من المصالح العامة، ويأخذ الأرض بمقابل تعويض يرضيه. قال: وإذا لم يرضى ليس لهم أن يغتصبوها منه غصبا. فالطريق الشرعي في هذا أنهم يرضوه بأموال حتى ولو ضاعفوا له الأثمان مضاعفات كثيرة. لا بس إذا تراضى مع ولي الأمر أن يعطى منها سهما ويكون مستمرا له فله ذلك، كونها نبعت في أرضه أو خرجت من أرضه، وهم سيقومون باستخراجها وبالأجهزة والشركات، وهي تحتاج إلى شركات كبيرة. وفي الغالب أن هذه المعادن تخرج في أراضي واسعة، ليست في ملك واحد بعينه، هل تكون في أملاك قبائل كبيرة، أو قد تكون أملاك عامة. مسألة: إذا حفر بئرا أسفل وهناك عين أعلى
إذا حفر بئرا أسفل وهناك عين أعلى فيحصل الضرر على من فوق وهي العين. نعم، مقصود أنه يذهب ويحفر البئر قريبا من الأول الذي معه عين. الجواب يبتعد عنه قليلا على ما تعرف الناس عليه حتى لا يحصل الضرر، يعني له أن يمنع، يقول لا تحفر البئر قريبا مني، فهذا يضعف خروج الماء من عيني، فله أن يمنع، والقاضي أيضا يحكم بالابتعاد لا يحفر قريبا منه. لكن على العرف، مثلا لو جعل الناس الأعرف بينهم على أن يتباعدوا 100 متر أو أكثر فلهم ذلك. مسألة، هل الأوقاف تعتبر أرض ميتة؟ مسألة، هل الأوقاف تعتبر أرض ميتة؟ الجواب، الأوقاف لا تعتبر أرضا ميتة، فالأرض الميتة ليست مملوكة ولا موقوفة، ليست ملكا لأحد. أما الأوقاف فيجب أن تصرف في مصارفها ويعمل بها ما وقفت فيه. مسألة، حكم رفع الدولة المزارع من أرض موقوفة بمقابل أتعابه لأجل بيعها. السؤال، إذا أراد شخص أرضا من الدولة وهي من الوقف فأعطوه 10 قصب وهذه القصب بيد المزارع، فالمزارع يخرج الأوقاف وأراد بعد ذلك رفع يده منها. الجواب، إذا أذنت له الدولة بأخذ شيء مقابل رفع يده، لأنهم طالما كانت يده عليها أولا فهو أحق بها، لأنه طالما كانت يده عليها أولا فهو أحق بها، إن كانت يده على الوقف أو ولية فهو أحق بها، ما يرفعون عنه إلا بإرضائه، فالذي يده على الوقف ما يرفعون عنه إلا بإرضائه، فيحددون له مقابل رفع اليد مبلغا معينا. قد تعرف الناس على ذلك، ويسمونه عناء الأرض مقابل العناية عليها والاحتفاظ بها. والأوقاف التي في البلاد اليمنية كثير منها جهلت مصارفها، أوقاف قديمة بعضها في قراءات وبعضها في قباب وبعضها على الأولياء، وكثير منها إما أن تكون أوقافا غير مشروعة أو أوقافا مجهولة المصرف، لكن الدولة قد عينت مثلا أنك تدفع إلى إدارة الأوقاف مبلغ كذا وكذا في السنة أو في كل 6 أشهر أو نحو ذلك، فإذا جهلت الأوقاف ما بقي عليك إلا أن تأخذها على ما تعرف عليه، يعني جهل الوقف، هل هو وقف شرعي أو ليس بشرعي، هل مصرفه شرعي أو ليس بشرعي، فإن كثير من الأراضي إنما يعلم أنها موقوفة، ما يعلم كيفية وقفها ولا فيما وقفت فيه، فلا بأس أن يأخذها الإنسان للانتفاع بها مقابل الإجارة. قال، من أخذها صار أحق بها وله أن يأخذ مقابل رفع يده عنها، وإن صارت مبالغ طائلة كالبيع، الآن صاروا يسمونها بيعا، تبيع وهو عبارة عن رفع يد، يسمونها بيعا وهو عبارة عن رفع يد، الآن صاروا يسمونها بيعا وهو عبارة عن رفع يد، لأن الأوقاف لا تباع، إنما مجرد مقابل رفع اليد، يبيع أحقيته ويأخذ مقابل رفع يده، بأن تكون اليد في غيره لا بأس إن شاء الله، يجوز أن يأخذ مقابل رفع يده لغيره، بأن تكون اليد لغيره، يعني يرفع اليد إلى غيره لا بأس إن شاء الله، يجوز أن يأخذ مقابل رفع يده لغيره، سواء سميت بيعا أو سميت مقابل أتعاب أو مقابل رفع اليد أو تنازل للحق أو تسمى ما سميت، العبرة بالمعنى، فالمعنى أنه الآن سيزيلون عنه الحق ويعطون الحق لغيره، فيجوز أن يأخذ مقابل
مقابلا، فيجوز أن يأخذ مقابله أو مقابلا تنوين، فيجوز أن يأخذ مقابلا سواء كان كثيرا أو قليلا. فلو دفعوا له الأرض على أنه يضعها، على أنه يتركها بدون مقابل مشروط عليه، متى ما طلبها ولاة الأمر الأوقاف يدفعها بدون مقابل. الجواب يدفعها بدون مقابل، قد شرط عليه أخذها بذلك، فليس له بعد ذلك أن يطالب بنقل القدم أو نقل اليد. وينبغي على القضاة وعلى ولاة الأمر أن لا يسموه بيعا، لأن الأوقاف ما تباع، إنما يكتبون في العقود فلان بن فلان تنازل عن حقه من الوقف إلى فلان بن فلان مقابل كذا وكذا، هذا هو الذي ينبغي. لكن الآن العمل جار على تسميته بيعا، قد صاروا في الآونة الأخيرة يسمونه تنازل، يكتبون بالعقود تنازل فلان بن فلان هذا أمر طيب حسن. يمكن أن يحصروا عليهم هذا الأمر بأرباح محددة معينة، لكن إن أطلق لهم ولاة الأمر فهذا الأمر ليس حراما والله المستعان. إذا رأى ولاة الأمر تلاعب في نقل الأوقاف فلهم أن يحصروا، لهم أن يسعروا على الناس عند المصلحة، عند المصلحة حصل التلاعب بالأوقاف وصارت تؤخذ عليها أموال طائلة مثل الأملاك الحرة، فلا بأس عند ذلك أن يحددوا. التسعير للمصلحة جائز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.